مساء الخير البوصلة، آخر حلقة الأسبوع وآخر جزء في مسألة قصة وكيع، لأن احنا فهمنا كتير جدا الأيام اللي فاتت، فهمنا حاجات مهمة. الزاوية الرابعة بقى، احنا جبنا زاوية وكيع نفسه، بعدين زاوية الناس والفرق بيننا وبينهم، وبعدين زاوية المحققين متأخرين والراحة بقى اللي خدوها، وهو ده بقى اللي هيوصلنا للنهاردة. أنا مش هعد، يعني أنا ممكن أعمل حلقة عبارة عن إيه، أروح جايب لكم أحاديث قال عن حدثنا البخاري ومسلم بالذات، وتعالى بقى اللي أنا عمال أقوله بتلات أيام اللي هو إيه، حديث عن الموضوع بتاع السباب، حديث عن قتل الشاعرة اللي مش عارف هاجت الرسول، حديث عن كل أنواع بقى كل حاجة، الجونية اللي أنا دايما بقول لكم، هل قلتها مرة يمكن أو حاجة، هبعملها بقى حلقات، يعني حديث كده مسيء ما تفهمنوش سبب، يعني حديث المرأة بقى اللي هي مرة دي اللي قلت عليه امبارح في مسلم، ده مش في البخاري، ما هو هنا وهنا، يعني تنويع بقى ما خلوش خلاص. الأهم بقى، العقل المنطقي والفطرة السليمة بيقول دي ده تنقص، زي كده الحديث بتاع وكيع، من قدر وهيبة وجلال وأخلاق وسمت وصفة وكمال ونقاء الرسول. أي حد مش متفق مع ده أنا ما عنديش أدنى مشكلة، بس هو كده بالنسبة لنا وبالنسبة لناس كتيرة مصدقانا، مهما ضغطوا على عقولكوا أنت بتبقى عارف إنه ده غلط. أبسطهم بلاش أي حاجة بقى، لا سباب ولا لعان ولا الموضوع القديم السهل الممتنع، بكلمكم عن أمثلة، اللي هو أنه الرسول تزوج من السيدة عائشة عندها 9 سنوات دخل بها، دي إساءة، إساءة، يقولوا اللي يقولوه هي إساءة، ماشي. أبو الرسول وأبوه وأمه في النار، أيوة، حديث في البخاري وحديث في مسلم، صدق أنت بقى دي إساءة، ده بعيد بقى أن أنت بتطعن في أخلاقه وشرفه ومعاملاته ورحمته، ما خلتش حاجة من اللي وصفه بيها القرآن، خلق عظيم، حط ووجدك عائلا فأغنى، يعني أغناك عن السؤال، مش لازم يبقى ملياردير يعني، حط العكس وكتير بقى، رحمة للعالمين، حط العكس، حاجة كأنه اتفاق يا أخي والله، كأنه يعني. المهم، ف الخلاصة انه ما سابوش حاجة، حتى الحاجات اللي ملوش فيها ذنب، يعني حتى القرآن ينفي ان من كانوا قبل رسول الله يدخلوا النار لانه ما جالهمش رسول، وربنا في القرآن بيقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سهلة. فإيه اللي يخلي بعيد ان هم ابويه، يعني السيدة أمينة بنت وهب اللي حملت ام الرسول في بطنها وابوه عبد الله يدخلوا النار ليه؟ وجبتوها منين دي؟ لكن البخاري ومسلم عندهم انهم يدخلوا النار. عد بقى ده لو اتقال ايامها، هو اهو من غير لا اخلاق ولا قتل ولا دماء ولا حاجه، لو كان وكيع قال كده في القعده اللي هو بيحدث فيها في اهل مكه، انه قال له ابي واباك في النار، الحديث كده، جه واحد قال له ابويا فين قبل الاسلام، يعني هو مسلم بس ابوه كان قبل الاسلام، فقال له اين ابي، قال له في النار، اولا الرسول لا يحكم ابدا مين راح النار ومين راح الجنه، أبداً مش ده الرسول ولا القرآن سمح بكده، فهو لقى زعل كده، فالمفترض يعني في الحديث قال لهم ندوه، أم ندوه قال لهم أبي وأباك في النار مع بعض، أبو سيدنا محمد. والحديث الثاني في الثاني قال لك، أنا في البخاري قال لك أنا توقفت فبكيت على قبر أمي فطلبت الاستغفار لها فلم يؤذن لي، ما لا ما تتغفر لها جدي دخل النار. ايه يا باشا، فده لو كانت حكى في ساعة وقت وكيع كان اتضرب نفس اللي حصل بالظبط، كانوش قالوا عليه حاجة والله. ليه؟ لانه طبيعي، لانه عقلي، لانه من غير نص، من غير ما اقولك وما كنا معذبين حتى نبعث، يا فندم ابو الرسول وامه يخشوا النار على اساس ايه يعني؟ فهيقولك ده القرابة، مش انا بكلمك على اساس منطقي مش على اساس القرابة، اي حاجه بقى من دي تنقص، فما بالك بقى مش بس سيرته، لا نسبه، اهله، توفي مديون، السحر، الزواج بسيده عائشه،
كل دي صورة ذهنية سيئة جدا 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 عن الرسول. لا، في بقى حاجات في الأساسيات. رحمة للعالمين، تعال بقى أفرجك. ما هو رحمة للعالمين غصب عنهم، غصب عنهم، بس تعال أفرجك بقى على المكتوب في البخاري ومسلم. لا، ما طب ازاي؟ لأن ربنا بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني الرسالة والرسول مع بعض، رحمة ليهم عشان يهديهم، لكن لو ما تهداش نشيل راسه. لا، مش صحيح، ما القرآن ما قالش كده ولا جاب السيرة، حتى لو ملوش ديانة خالص. كل الناس كفار، تكفير بقى. تعال الرسول الحقيقي، ما انا مضطر اقول الحقيقي، انا كنت بسميه زمان الدين الموازي، يعني خط الاسلام اهو، في واحد تاني ماشي جنبه، قام التاني هو اللي كمل بقى. المهم نطلع من ده كله بايه؟ ده الاهم بقى. لما امبارح قلت لكم هم قتلوا المدرسه بتاعت العنعنه ثم مدرسه اهل الذكر، السلطتين اللي ادوهم لنفسهم، خلوا الناس في القرن الخامس والسادس يتابعوا الاحاديث دي واكتر منها اللي هم في البخاري ومسلم. وطبعا في بقى ما لا عين رأت ولا اذن سمعت في الكتب اللي غير البخاري ومسلم، اللي هي برضو بيتاخد منها احاديث عادي جدا، وهي دي المعبرة عن الاسلام. فما بالك وفي البخاري ومسلم نفسهم، وهم اعلى شأنا منهم اكيد من الكتب التانية. حط بقى كل الخلطة دي هتفهم انت ايه اللي حصل. اللي حصل انه تم تدمير الاسلام في صورة تدمير صورة رسوله. في حاجة يعني ما لناش دعوة ليه، المهم ان هذه المدرسة اورثتنا ما نحن فيه. ليه بقى اورثتنا ما نحن فيه؟ لانه ببساطة العنعنة دي، نفترض انها مش زي بقى الحديث تاني، عبد الله البهيمة ما شافش ابو بكر الصديق، لا، او معاش فترة النبي، لا، موصول السند. وياما بقى كل حديث بكلامك عن حديث سند فله فله زي الفل. فهم علموك حاجة لطيفة قوي، قال لك لو ده صادق، دي قال يعني نظرية منطقية وبتاعه وعملوه علم وكده، قال لك لو ده صادق اللي هو اللي بيروي الحديث مثلا البخاري، البخاري صادق سيدي وكده، وأستاذه صادق، واطلع بقى السلسلة دايما بحب اقعد ارسمه لكم، ده صادق، فقال لي صادق، قال لي صادق، قال للصحابي. طبعا لحد عصر البخاري بقى في 250 هجري قبل ما بدأ يكتب، ولا 240، كانوا بقى أستاذ سبع أشخاص بقى، مش أربعة، مش ثلاثة، فالسند طال يعني بقى طويل. قال لك ده صادق 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 عن أو حدثنا الصحابي عن رسول الله. أول حاجة ده غالبا ما حصلش لنادرا، دايما هتلاقي الرواة في طبقة من الطبقات مطعون فيهم. طيب هتقول لي ورواة البخاري ومسلم، ايوه. طب هل كل الاحاديث؟ انا ماليش دعوه، في احاديث كتيره جدا تتوافق مع القران، فانا مش هممني اصلا اذا كانت يعني صحيحه ولا احاد، ولا يعني من نوعيه احاد ولا متواتر، او في درجات الصحه المتباينه معلق ولا، ما يهمني، خلاص متوافق مع القران وحديث يتوافق مع الاسلام، يحض على صالح الاعمال او الانسان يبقى احسن، يرقق القلوب. ده الاسلام اللي بعرفه قبل الله، قبل ما تبقى السنه ان الرسول يسب. فلما تيجي تقول الرسول ما بيسبش يبقى انت اللي منكر السنه، ده عايز علاج نفسي اللي بيتقال ده، خلاص. فدول ما يعني، لكن انا بكلمك بقى ان الاحاديث دي بالذات هتلاقي فيها رواه، ولو ما لقيتش صادق عن صادق، خلاص احسن سلسال في الدنيا، وجاب كلام يتناقض مع القران او مع ما قاله القران عن النبي واخلاقي او ما نفهمه إحساسا زي الناس بتوع مكة بتوع وكيع عن النبي، لا يعنيني العنعنة لو هم ملاك عن ملاك عن ملاك، وده أصلا ما حصلش، مفيش ملايكة، الملايكة فوق في السماء. فالمدرسة دي بقى يا فندم قتلت فيك روح النقد والتعقب، إنه تقول الكلام ده فين، مين اللي قال، فيقول لك ده صادق، يقول له لا صادق عنه. ربنا معاهم، هم يقولوه احنا ما لناش دعوه، لانه لو انت يعني عارف، انا مش مصدق ان هم اصلا يعني فعلا الايه تنطبق عليهم فعلا بقى، وتخشى الناس، مع انها كانت بتقلل الرسول نفسه، مع انه كان مش عايز حاجه، ده بس ما كانش عايز يكلم اهل قريش في مساله معينه في الوقت ده، فربنا قال له وتخشى الناس والله احق ان تخشاه، اللي هي على مساله او اهل المدينه يعني، او يشيع مساله ما اللي هي عن الزواج. لكن احنا بنخشى مين؟ ده حتى مش الناس، ده احنا بنخشى لحسن نتكلم كلمة هم يعني،
عن مش عارف ايه. طبعا انا عارف ليه بيتقال كده بس مش وقته نتكلم في، انا بتكلم في علم يعني. فالمدرسه دي يا فندم مدرسه يعني طعنت الاسلام من الخاصره زي ما بيسموه، وان بدت في اولها للتيقن والاستيثاق. طب علاجها فين بقى؟ العلاج الاولاني خالص بتاع قوم وكيع. هم ليه ثاروا الثوره دي؟ دلوقتي انا بكلمكم بقى اللي انا بطالب بيه بقى لي 7 سنين. هم عملوه في القرن الثاني، وبعدين مات احفادهم واولادهم، راح منهم الاحساس ده خلاص، قتلوهم. ايه بقى الموضوع؟ هم لما ثاروا سالوا عن السند، يعني هو بيقعد كده قالوا لا عبد الله البهي ما شافش ابو بكر الصديق، مش صحيح ولا يعرف ولا ليهم دعوه بالكلام ده. هم قال حدثنا، وبعدين قال النص، اتحبس واتضرب. يبقى المشكله كانت فين عندهم يا فندم؟ ان النص منكر، يعني مدرسه المتن مش الاسناد. اذا في اصلاح في مساله التراث، في مساله الاحاديث بالذات، وانا دلوقتي بشوف ناس من الطرف الثاني بقوا يعني الانصاف بدا يبقى على لسانهم، يقولوا ايوه في احاديث البخاري ومسلم خاطئه، ويتكلموا بالذات عن احاديث على الاقل، على الاقل ابتداء يعني، ان ابو رسول وامه في النار او كذا، او وفي واحد منهم كان ضيفي في برنامج اخر غير هنا قال لي نعم يجب ان نهذب البخاري نعيد تنقيحه. ده كلام عظيم من التيار الثاني. ليه؟ لانه اصل هو بطبيعه الحال بدا يحصل. اتنين، حكايه انه نفضل نعتمد على السند، هي دي المدرسه. خلي بالك في اول تنشئه او تخليق علم الحديث كانوا بيقولوا كده في الاول قبل ما يبصوا للسند، يقولوا فاذا لم يخالف النص القران، ركز، فاذا لم يخالف النص القران، ادي اول شرط. ثم اذا كان من العدل الضابط، يعني على العدل الضابط، يعني على العدل الضابط الى منتهى العدل الضابط اللي هو الراوي عدل وثقه او ضابط لالفاظه يعني. فيقول لك يبقى ايه العدل الضابط؟ يعني العدل الضابط، يعني العدل الضابط الى منتهى، يبقى سندا ومتنا سليم. بعد شويه غرق الشرط بتاع المتن اللي هو النص وانه منكر، واتبقى شرط السند، لانه في نظرهم قال لك اذا كان ده صادق عن صادق عن صادق يجيب اللي يجيبه. فبداوا يعملوا ايه؟ يعملوا التبريرات اللي انتوا عارفينها، انه ما يرفضوش النص مهما كان منكر ومهما كان مخالف للقران. فيبتدي يقولوا لا ده انت مش فاهم، زي كده ما سمعتكم الذهبي امبارح عشان كده انا قصدت. قال لك انتوا مش فاهمين، هو لما يربو جوفه وتسترخي مفاصيله ما بيحصل له، هو حي واصله بيمرض، واشد الانبياء اشد الناس مرضا والابتلاء هوب هوب. وكل اللي انتوا سمعتوه مني في السنين دي كلها على الشاشه وانا بقول لكم تبريراتهم، حتى في الحاجات تخص الدين. السيده عائشه سمعت ان قال لك الرسول قال واحد صحابي مش عايزين نقول قال وهي عايشه لسه، المراه والحمار والكلب يقطعوا الصلاه. قالت له احنا والحمار والكلب؟ فهي حلفت، هي اللي مع اشراف البيت. ده انا بقول لكم التبريرات، يعني ازاي وسط ما يرفضوش اي حاجه. فهي قالت والله لقد كنت انام امام رسول الله وهو يصلي، مش بس عدي انام. راحوا قابلين الحديث اللي هي اعترضت عليه، المحققين بقى لما قتلوا الروح دي في الناس زي ما قلت لكم، وراحوا قايلين ايه التبرير؟ انا بديكم مثل يعني. قالوا لا اصل النوم غير المشي، فهي لم تدري عائشه. فالمشي يقطع السنه، ما النوم لا. اه والله كده يعني من النوع ده. المهم هطلع فاصل ده وارجع لكم.